من برنامج من سيربح مليون. أنا الحقيقة ما بخفي تقديري وإعجابي بهذا الرئيس، لأنه اللي مرق عليه ما مرق على أي رئيس تاني. إن المملكة العربية السعودية تعيش منذ فترة ليست ببعيدة عصرا جديدا، زمنا جديدا. إذا كانت مرة تحرش فيها المدير، طيب بركي عاجبها، بركي عاجبها، شو بتعمل؟ بتفقعه كف؟ لا. دعيت إلى جلسة لمجلس النواب الكندي في أوتاوا، رحت حضرته، لقيت لك السيخ اللي لابس طنجرة على مخه، وهداك الباكستاني اللي قاعد والعبد، وكلهم بنفس الدولة. إنه لازم يكون في هيئة تشرف على مضمون ما ينشر وما يذاع وما يبث في وسائل الإعلام.